في مقطع انتشر والكل شافه مثل النار في الهشيم وهو نار. هنشوف هالنار هذه نرجع لكم. أنا اليوم جاي أتحدى أبو رجب. مرحبا هو. مرحبا هو. أكثر إنسان يصارخ بالإنستغرام، هل صراخك تعني رجولة؟ لا. تبيني أوريك رجولتي؟ ورني وتحداك وتحدى 10 من أشكالك. أكيد. أكيد. تدري هذا شنو؟ تدري هذا شنو ولا؟ تدري هذا شنو ولا؟ يعني الحين لو احد من الاولاد اللي يتابعك سوى هالتصرف مع اخوه مع اخته، ها صغار في البيت موجودين مجتمع سواء الكويتي ولا غير الكويتي اللي تابعوا وشافوا هذا المشهد، ذمتك شنو مصيرهم؟ برقبت منه؟ وش اللي استفدنا من اللي صار؟ راح اترك الحديث للاخوان الحضور يتكلموا بهذا الموضوع من الجانب النفسي دكتوره. نعم. اللي حصل هذا بالضبط شو تفسرين بين الطرفين واحد وشنو ممكن يعود على المجتمع هذا الأمر؟ طبعا في النهاية احنا قاعد نشوف ان المشهد الواضح بالنسبة لي انه مشهد تمثيلي ومعد مسبق، معد مسبق نعم، واضح انه هو مهيئ، حتى ان الشخص اللي تم حرقه يعني واضح انه هو كان مهيئ من لبسه، من طريقة تغطية العين، سرعة يعني سرعة تفاعله مع الموقف نفسه، تأثيره هذا أو شنو تحليله النفسي. طبعا التحليل النفسي واضح أنهم يعانون من مشكلة في البيت، من ناحية اللي هو التحدي، الأطفال اللي يمرون في مرحلة طفولية فيها نوع من أنواع الاضطهاد، فيها نوع من أنواع القسوة والعقوبة من قبل الوالدين أو أحد الوالدين، يكونون يعانون بالكبر يا أما عدائي يا أما يكون انطوائي. فبعض الحالات يعانون من مشكلة العدائية، فهو يحب يثبت قوته وجبروته. بعضهم حتى وهم أطفال يمارسون عليهم العدوانية والتنمر حتى في المدرسة أو سواء في البيت. فهذا كله يظهر على سلوكيات تبرز لما يبدأ الطفل يكبر ويكون مراهق ويكون في سن الرشد، وإذا ما حصل له من يعينه على أنه هو يرجع إلى صوابه. جميل. فهذا هنا يعني نقول شنو الحل بالنسبة له؟ هذا هنا يحتاج إلى أن نعطيه الدائرة الكافية في أنه هو يحقق ذاته، يحقق نفسيته. هذا لو أوجد له بيئة صالحة راح يصدقني. شوف ما في إنسان يظل طول عمره سيء، ما في بالضبط. ما في إنسان، وكلنا ممكن نعرض للأخطاء وكلنا ممكن إحنا نمر في مواقف سلبية. نعم. نعم. لكن إحنا نقول نحتاج إلى دعم، يعني مثل هذه الأشخاص، مثل هؤلاء الأشخاص. نعم. إحنا نحتاج إن إحنا نقف بجانبهم. أنا أنظر لهم انهم ناس يحتاجون الى مساعده، شفقة؟ مو شفقه، مساعده. طبعا احنا نتحدث ما نتكلم عن الاشخاص بعينهم يطلعوا معنا، لكن احنا قاعد نقيس على هذه الحالات اللي قاعد تظهر، لان البعض الحين راح يفسر يتحكى عن يا ابو ما نتكلم عنكم. لا 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 بالضبط، بوجه عام، تحكى بشكل عام بنفس الموضوع من الناحيه القانونيه. حتى وان كانوا متفقين، ها، والطرفين راضين والطرف المتضرر ما يبي يرفع قضيه، ما في حق عام؟ لا طبعا، يعني اخوي راشد هذا فتح الباب شروع في قتل، يعني هذا فتح الباب، لان انا يعني انت تتكلم عن بنزين اللي ولع النار هذا قد يتهم شروع في قتل حتى لو ما اشتكى الطرف الاخر، ان هذا حق الدوله عليه طبعا، لان هذا شروع في قتل. انت تقدر ترفع عليه قضيه الان؟ انت الان تقدر ترفع عليه قضيه شروع بالقتل؟ انا ذكرت من قبل شوي وزارة الداخلية هي تحرك البلاغ طبعاً. لأن المشهد هذا إذا انتشر، وأعتقد أنه منتشر، انتشر. فبالتالي تحرك البلاغ عن طريق المباحث الجنائية. تعال أنت اليوم بنزين ونار، طبعا إذا صار في الشخص الثاني لو تضرر، لا هذا راح يتهم في جريمة الحرق العمد وقد تصل للإعدام يعني. طيب أنا متنازل ما أبي، مو أنا اللي انحركت، مو أنت اللي تشتكي،
لان هذا يعني هذا شروع في قتل وحرق عمد، فهذا الدوله هي تحرك الدعوه العموميه. الداخليه لها حق انها ترفع طبعا الدعوة. اذا الرساله للداخليه يا اخي، وقفوا الناس عند حدها، وقفوا الناس عند حدها باللي قاعد يصير، سواء في هذا او امر غيره. يعني شنو ممكن ينعكس على الابناء من الجانب النفسي؟ هل ممكن اللي يعتقدون ان هذا قدوه لهم؟ نعم. سواء مو الشخص نفسه، اتكلم بعض الشخصيات اللي في السوشيال ميديا موجوده واليوم الطفل قاعد يتابع، هل ممكن ينشا في ذهنه لكبر ان هذا قدوتي، ولا بعدين يصحى هذا الطفل يقول لا يبا انا ايش كنت اتابع؟ شو ممكن تصير؟ مفهوم القدوه، مفهوم القدوه اخوي راشد شنو؟ ان هذا الانسان يلبي حاجه من حاجاتي. انت مثلا، انت بالنسبه لي قدوتي في 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 طريقه التقديم، انت شخصيه رائعه في طريقه التقديم، وبالتالي لو كنت انا حابه اني اكون مذيعه راح اتبع طريقتك انت. الطفل لما يشوف يبي جانب مثلا، شنو عنده هذا؟ شنو عنده يمثل؟ يا نوع تحدي؟ بالنسبة للبنات حب الظهور، فنشوف كل شخصية مشهورة تشبع حاجة معينة عند هذا الطفل، تكبر ويا الطفل وتكبر معه. طيب. تكبر معه، أو مجرد خاصة إذا شفنا، مو بس كذي، نشوف اللي بعض الملابس الغير لائقة، قصات الشعر الغير لائقة، هذه كلها مخالفة للطبيعة، وبالتالي شنو الهدف منها؟ الهدف منها إثبات الوجود، إثبات الكيان، حب الظهور، مخالفة. ليش؟ من باب الشهرة. نعم. دكتورة ريم الدويلة، استشاري نفسي وتربوي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لك المحامي الأستاذ جابر الضبيعي، شكرا جزيلا لك. حاب تقول كلمة سريعة بالختام؟ لا، أنا أقول يعني اليوم في موضوع وسائل الاتصال وفي موضوع هذه المقاطع، احنا نقول هذه ثقافة. اليوم احنا خلينا نستفيد، نكسب معلومة من وسائل الاتصال، حوارات، نكسب ثقافة معينة، لا نستخدمها الاستخدام العكسي، وحتى وإن كان في نيتنا التهرب من المساءلة القانونية، لا، احنا نقول نستخدمها استخدام إيجابي، الإيجابيات إن شاء الله أكثر. إن شاء الله، بارك الله فيك. بإذن الله. بارك الله فيك. دكتورة حابة تقولين شيء؟ والله أنا يعني أوجه رسالة إلى الوالدين. موضوع السوشيال ميديا هذا جانب خطير جدا، ما أمنع، ولكن أوجه أبنائي، كون قريب من أبنائك، وفر لهم البديل. مو بالضرورة أنا أمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي أنا أخليهم يعني عرضة لي، حتى ممكن يتوفر له أصدقاء من أو أقراننا يعني. شكرا جزيلا مرة أخرى المحامي الأستاذ جابر الضبيعي، والشكر موصول لك دكتورة ريم الدويلة، شكرا جزيلا. كل الشكر ضيوفنا الكرام، وكنا معاكم في هذا المساء الجميل. نتمنى الكل يتبع الحيطة والحذر، نتمنى الحيطة والحذر. أنا شفينكم تبدل من اللي قاعد نشوفه، من المصايب اللي قاعد نشوفها، والبعض يقول حريتك تقف عندما تتعدى على حرية الآخرين. يا جماعة، خلي الشيء نابع من عندكم قبل لا ينزل قانون يضبطكم. مو صحيح كل شيء نتصرف لازم قانون يرتبنا، لازم أنا ما خلاص في قانون إذا طفت الإشارة الحمراء في مخالفة وفيها سجل خلاص أنا وقفت، لازم قانون يضبط سلوكي. خلاص بس نهدى شوي، نهدى باللي قاعد يصير، كلام للطرفين، مو صحيح اللي قاعد تسوونه. يا جماعة انت فكر نفسك بعد 20 سنة تشوف نفسك، الضحايا اللي راحوا من خلالك شنو هم؟ الأطراف الثانية الضحايا كثيرة قاعدة تروح أنت ما تعلم عنها. هالأطفال اللي قاعد يتابعونك ايش قاعد يصير فيهم؟ عندهم بيت يربيه، وشلون بيت يربيه؟ طيب اللي ما عنده أهل شلون؟ اللي قاعد أبوه مشغول والدته مشغولة، من برقبته هذا؟ طيب أنتم يا الكبار اللي قاعد تتابعون، قاعد تعطونهم الدعم، يشوف متابعاته مليون ولا 300,000 ولا 400,000 ولا 500,000 على أشياء يعني لا تسمن ولا تغني من جوع، اكيد تاخذ العزه بالاثم. ايضا انتم مشاركين بهذا الامر. احنا الملام على قدر المحبه، احنا نقول ودائما اقول واعيد واكرر، احنا ما نعلمكم، انتم خير من يعلم، لكن خلاص يجب ان يقف الامر عند حده. اعتقد ان الرساله وصلت، تصبحون على امن وامان وصحه بالابدان. الى اللقاء.